الرئيس السيسي يؤكد أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف. 974 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 5000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والاشتباكات بالضفة. اجتماع طارئ اليوم للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة أخبار مفصلة تأتيكم من النيل، والبداية مع تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف. وشدد الرئيس السيسي في تصريحات له اليوم على أن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد، وأضاف أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر لبحث آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة. صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وقالت المصادر إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم. وحذرت المصادر الأمنية من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع كي تزكي أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تم خلاله بحث تطورات التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، حيث أحاط شكري نظيره الإيراني بالجهود المصرية الحثيثة من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلا عن جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي. بدوره أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين من نظيريه اليوناني جورجس جيرابيتيسس والتونسي نبيل عمار في إطار المشاورات المستمرة لتنسيق جهود احتواء التصعيد الخطير القائم في قطاع غزة ومحيطه. تركزت مناقشات شكري مع نظرائه على السبل الكفيلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ومحيطه في ظل تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية ضد القطاع وما ينطوي عليه الأمر من تبعات على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا طارئا للجامعة العربية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال البيان إن جلسة استثنائية تمت الدعوة إليها استجابة لطلب فلسطين. ويبحث الوزراء خلال أعمال هذه الدورة سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. هذا وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى 974 شهيدا وأكثر من 5000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والاشتباكات بالضفة الغربية. ويأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على القطاع مستهدفا المباني السكنية والمستشفيات والمساجد، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة السيطرة على غلاف غزة. من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى إلى 1200 قتيل و2700 مصاب. مدمرة وموت في كل مكان، هكذا أصبح حال قطاع غزة بعد أيام من القصف الوحشي والممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا النساء والأطفال في كل مناطق القطاع. فمع استمرار حصيلة الشهداء والمصابين بالارتفاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بالصواريخ. وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية استعادت السيطرة نوعا ما على الحدود مع غزة، مع عدم استبعاد حصول عمليات تسلل من جانب مقاتلي حركة حماس التي ردت هي الأخرى بالقصف على المواقع الإسرائيلية. وبدأت حركة حماس السبت عملياتها غير المسبوقة طوفان الأقصى التي شملت توغلا في مناطق إسرائيلية عبر البحر الذي وصلوا منه في قوارب، وعبر البر عبر تمزيق أجزاء من السياج الشائك على الحدود، ومن الجو عبر المظلات، ترافق مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ومع إعلان الولايات المتحدة تحريك حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاء جميع التجمعات السكانية الحدودية مع غزة ونشر 35 كتيبة في المنطقة، مع تجديد إسرائيل الحصار على القطاع الذي يعاني من انقطاع في الماء والكهرباء. وبعد الضربات الجوية الوحشية الإسرائيلية على القطاع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الولايات المتحدة تحدثت مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة، ولكن عقب اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل إن الأولوية الآن في فلسطين هي وقف العنف والتصعيد وحماية المدنيين والإفراج عن جميع الرهائن. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة نقلت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط وعززت وجود الطائرات المقاتلة. وقال بايدن إن إدارته تعمل على زيادة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل بما في ذلك الذخائر والصواريخ الاعتراضية التي من شأنها تجديد القبة الحديدية. أعلنت فرنسا أن شركة إير فرانس ستنظم رحلة غدا الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا إن الناقل الفرنسي سينظم رحلة خاصة لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون. وأوضحت كولونا أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا داخل إسرائيل ارتفع إلى 8 فرنسيين وفقد 20 آخرون. جدد وزير الخارجية خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رفضه للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وأكد بوريل أن غالبية الدول الأوروبية تعارض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن أكثر
من 263 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. وأوضحت أوتشا أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن، محذرة من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين لم ينزحوا. يأتي ذلك بينما أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يسعى لتأمين مساعدات غذائية لحوالي 600 ألف فلسطيني إضافي في غزة والضفة الغربية. وقدمت الوكالة المساعدة لحوالي 200 ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية، لكنها أطلقت عملية طارئة لتقديم المساعدة الغذائية الحيوية لحوالي 800 ألف شخص في المجموع. وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداء لجمع 17.3 مليون دولار خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لمواجهة الوضع الحرج في الأراضي الفلسطينية، ودعا لإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إن كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل، مطالبا بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية للقطاع. يأتي ذلك بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لم يعد هناك أي إمدادات طبية جاهزة في غزة بعد أيام من القتال مع إسرائيل. ما بين تشييع جنازات الشهداء ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات، يهرع سكان قطاع غزة الذين يعانون من وضع كارثي جراء استمرار القصف الإسرائيلي العنيف. نقص في شتى الاحتياجات الأساسية اللازمة لإسعاف الجرحى في المستشفيات، مع استمرار فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة، وهو ما يؤدي إلى رفع عدد الشهداء بشكل كبير. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية حذر من أن كارثة إنسانية تتهدد قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل، مطالبا بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية للقطاع. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهل القطاع، والذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، وتسبب في إبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة. منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه لم يعد هناك أي إمدادات طبية جاهزة في غزة، وأن المستشفيات استنفدت إمداداتها الطبية. وحذرت السلطات الصحية في غزة من أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية سيؤدي إلى وضع كارثي، لا سيما بعد أن شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، ومع تضرر البنية التحتية للعديد من مستشفيات القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن نحو 187,500 شخص فروا من منازلهم في غزة، وحذر من عواقب انقطاع المياه والكهرباء. وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن انزعاجها بشدة من التدابير التي تستهدف قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن غزة، محذرة من أن هذا سيضيف مستوى آخر من المعاناة إلى الكارثة الحالية التي تواجهها الأسر في قطاع غزة. تبنى الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وتبع إطلاق الصواريخ تبادل للنيران بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله لليوم الثالث على التوالي. تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف عبر الحدود في تصعيد متجدد أعقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. مصدر عسكري لبناني قال إن 3 رشقات من الصواريخ أطلقت من جنوب مدينة صور باتجاه الجليل الغربي، رد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف على بلدات حدودية عدة.
وغداة إعلان حزب الله مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي. قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية على الحدود بصاروخين موجهين ما أدى إلى إصابتها وتدميرها بالكامل. وقال إن ذلك جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من نقاط المراقبة التابعة له. وكانت هذه المرة الثانية التي يقصف فيها الحزب مواقع إسرائيلية منذ السبت، إذ أعلن إطلاقه أعدادا كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبع المتنازع عليها. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل إنها على تواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، وحثت الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج. ويمثل هذا أخطر تصعيد بمنطقة مرتفعات جنوب لبنان على الحدود المضطربة منذ الحرب الشرسة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، والتي أودت بحياة 1200 شخص في لبنان معظمهم من المدنيين و157 إسرائيليا معظمهم جنود. استوفى عدد كبير من الإسرائيليين في مراكز التسوق ومحلات البقالة في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا في ظل مخاوف من نقص الإمدادات الأساسية بعد حالة التصعيد الأخيرة. يبدو أن الإسرائيليين أصبحوا يدركون أنهم سيعيشون أوقاتا صعبة في ظل توقعات بطول أمد الصراع مع المقاومة الفلسطينية. في عاصمة دولة الاحتلال تل أبيب ظهرت طوابير طويلة من الإسرائيليين الذين اصطفوا في مراكز التسوق لتوفير احتياجاتهم في ظل مخاوف من نقص الإمدادات الأساسية بعد حالة التصعيد الأخيرة. أنا أتسوق للجنود، أنا وزوجتي نشتري لنعطي الجنود. كنا في الحفل ليلة الجمعة بالقرب من الحدود مع غزة، غادرنا هناك بمعجزة عندما أطلق فلسطيني النار تجاهنا. نقص الإمدادات واحد من ضمن مخاوف كبيرة يعيشها الإسرائيليون في ظل توجه حجم ضخم من موارد الدولة إلى الهجوم العسكري على قطاع غزة جنوبا، والاشتباكات المتقطعة مع حزب الله في الشمال. كذلك من المتوقع أن يتعرض قطاع السياحة في إسرائيل الذي يقوده رواد الشواطئ والحفلات في تل أبيب والجولات التاريخية إلى مواقع مثل القدس لضربة كبيرة مع تزايد عمليات إلغاء الرحلات الجوية. وعلقت شركات طيران دولية كبرى رحلاتها من تل أبيب وإليها أو قلصتها، حيث حظرت روسيا الرحلات الجوية الليلية إلى إسرائيل. كما علقت شركتا النقل الجوي الأمريكيتان يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما المباشرة إلى إسرائيل. كل ذلك بلا شك له تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع تراجع عملة الشيكل إلى أدنى مستوى في 8 سنوات، ما استدعى تدخل البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل نحو 15% من احتياطياته. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر الخريجين في أكاديمية الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. أقدام تضرب الأرض وهامات تعانق عنان السماء، إذانا بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة دفعة 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم التهنئة للخريجين من الطلبة والطالبات سواء من حملة الليسانس أو الماجستير والدكتوراه. النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير، وده معناه إيه؟ معناه إن احنا بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة طبعا للتأهيل البدني اللي بيتم. المهم ان انتم هتتعاملوا مع مواطني مصر، سواء المواطنين اللي هم المواطنين العاديين او حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق. مهم جدا جدا ان احنا نلتزم
وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكلية مع كل الناس، وفي النهاية في قانون بيحكمنا جميعا. بتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. الاحتفال بالخريجين وكتقليد متبع أضحى لا يمر دون ذكر الشهداء وسيرهم العطرة امتنانا لما قدموه لحماية أمن وأمان مصر الحبيبة. لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. احنا يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد او اي شهيد في مصر، سواء كان من الجيش او من الشرطة او حتى من المواطنين العاديين، ولكن عزائنا كلنا، مش عزائكم انتم، عزائنا كلنا ان ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده. مفيش اغلى من النفس، مفيش عند اي اسرة مصرية اغلى من انها تقدم أبنائها من أجل مصر. تمن عظيم بس كمان من أجل وطن عظيم. خريجو اليوم والأمس وغدا هم الامتداد لما تقوم به وزارة الداخلية من دور أصيل في حماية الجبهة الداخلية وتطوير لمحاور استراتيجيتها الأمنية. يأتي في مقدمة تلك المحاور الارتقاء بقدرات العنصر البشري باعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، وتجسيدا لتوافق السياسات الأمنية مع ثوابت العمل الوطني. حرصت الوزارة على مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن، ومن ذلك استكمال منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة كلية الشرطة، بإتاحة المناهج والتواصل الفعال بين عناصر منظومة التعليم الأمني إلكترونيا، إضافة إلى تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة وفقا لأحدث المعايير والنظم، والاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التدريبية وتعظيم مخرجاتها. ما بين خريجي الليسانس وقسم الضباط المتخصصين وخريجي رعاية الدول الإفريقية جاءت نتيجة الطلاب التي أعلنها مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. يتم تخريج 1203 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات بنسبة نجاح بلغت 98.93%. عدد 1274 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%. وكذا تخريج عدد 145 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 100%. كما يتخرج اليوم عدد 19 طالبا من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي أوغندا، بوروندي، تشاد، جنوب السودان، جيبوتي، الكاميرون. أرقام تتحدث عن نفسها وعن حجم الدماء الجديدة التي تضخ في شرايين الشرطة المصرية حامية الجبهة الداخلية جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لتنعم مصر وأهلها بالأمن والأمان، وتظل رايتها مرفوعة خفاقة ترفرف بأنسام الاستقرار دائما. سارة متولي، النيل. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أي استثناءات لأي من راغب الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية وعدم مخالفتها. وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد عقد اجتماعا برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، حيث استعرض المجلس الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالب الترشح.
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة وفدا من عدد من الكيانات الشبابية المصرية. كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بتوجيه التحية للكيانات الشبابية على تشريفهم لمقر الحملة، مؤكدا أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها. وأشار إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار 9 سنوات الماضية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية محاولة كييف الهجوم على أهداف على الأراضي الروسية بطائرتين بدون طيار، مؤكدة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض هاتين المسيرتين فوق مقاطعة بريانسك. من ناحية أخرى، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون بأن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 82 مرة خلال اليوم الماضي بمختلف أنواع الأسلحة. أعلنت ألمانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمليار يورو في خطوة ترمي إلى تسريع إمداد كييف بالأسلحة قبل حلول فصل الشتاء. وتشمل الحزمة منظومة إضافية للدفاع الجوي من نوع باتريوت. كان قد اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على تزويد كييف بها. في إطار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، أعلنت ألمانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمليار يورو في خطوة ترمي إلى تسريع إمدادات كييف بالأسلحة قبل حلول فصل الشتاء. وتشمل حزمة الشتاء منظومة إضافية للدفاع الجوي من نوع باتريوت. كان قد اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على تزويد كييف بها. إلى ذلك، سترسل برلين الشهر الجاري منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي من نوع ارستي، وهذا الطراز من المنظومات الدفاعية قادر على توفير حماية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وفق بيان وزارة الدفاع الألمانية. وتطلب أوكرانيا بإلحاح تزويدها منظومات من هذا النوع لتمكينها من اعتراض مسيرات وصواريخ روسية. وفي الأسابيع المقبلة ستتلقى أوكرانيا 10 دبابات من طراز ليوبارد المتطورة وثلاثة مضادات للطائرات من طراز جيبارد وذخيرة وعربات. وزارة الدفاع في أوكرانيا أعلنت أن المنظومة سيتم تسليمها من مخزون الجيش الألماني، بالإضافة إلى وحدة المراقبة وجهاز الرادار. ستضم المنظومة 8 منصات إطلاق ونحو 60 صاروخا موجها. وألمانيا تعد حاليا ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية بعد الولايات المتحدة. وكشفت حزمة الأسلحة عشية جولة محادثات جديدة في بروكسل سيبحث خلاله حلفاء كييف الدوليون في تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف. أكثر من 952 شهيدا و5000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. اجتماع طارئ اليوم للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.